أطلقت وزارة التعليم باكورة المعارض المصاحبة لمشروع تحدي القراءة العربي، والتي تشارك بها الوزارة ضمن إطار دعم المشروع والإسهام في نشر ثقافة الكتاب، وذلك في 4 مدن: الرياض وجدة وتبوك والمنطقة الشرقية. إذ افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله المانع معرض تحدي القراءة للكتاب، وذلك في المدارس الأهلية المتقدمة بمشاركة نخبة من دور النشر السعودية. من أجمل الملتقيات التي حرصت عليها وزارة التعليم، لاحظنا في زيارتنا مع الطلاب والجلوس مع الطلاب أن هناك تفاعل ورضا كامل حول ما يقدم لهم من هذه الكتب. وقد وجهت الدعوة لكافة مدارس المنطقة بنين وبنات لجدولة زيارات المدارس للمعرض خلال الفترة الصباحية، بهدف نشر ثقافة القراءة والاطلاع وغرس اقتناء الكتب النافعة في نفوس الطلاب. ما في شك في أن التعاون بين الوزارة وبين إدارة التربية والتعليم بالرياض وبين المدارس الأهلية والقطاع الخاص بشكل عام مطلوب في مثل هذه الناحية بالذات، لأن يهمنا دائما الطالب وين ما يكون، ومحورنا وتعاوننا وجهودنا كلها تنصب بمصلحة الطالب. هي كتب من حيث ما رأينا الآن، كتب في قصص الأطفال، كتب في علم النفس، كتب في القيادة لتعليم الطلاب هؤلاء، خاصة أننا نستهدف الآن المرحلة الثانوية فيما يتعلق بالقيادة وتنمية هذه المهارات. وقد صاحب هذا المعرض ورشة عمل تفاعلية للزوار من الطلاب، تعرفوا من خلالها على أهمية القراءة بأسلوب تعليمي وترفيهي. الجميل كان في أحد الصور واحد من الأولاد جواله مقفل، يقول أستاذ جوالي، فقلت له هذا الجوال حتى يشحن إيش يحتاج؟ قال يحتاج كهرباء، والثاني يقول أنا معاي الشاحن. فكان واحد من الأولاد علق عليه يقول والعقل يحتاج إلى الشحن بإيش؟ بالكتب، بالقراءة. كتب جميلة ثقافية. أنا قاعد أبحث عن كتاب تطوير الذات أو النجاح، الحين قاعد أبحث عليه وإن شاء الله حصل. فالأولية كان عندنا مكتب، كنت كل يوم يعني أروح فيها في الفسحة أقرأ الكتاب. جاءت هذه المعارض لمساعدة الطلاب والطالبات لنشر ثقافة المعرفة وحب القراءة والاستطلاع. لقناة عين، أنس بن إبراهيم، الرياض.